تنامت أعداد الإصابات الجلدية خاصة بعدوى الجرب وانتشار مرض الجدري خصوصا مع هذه الأجواء الحارة جدا وانعدام المياه النظيفة. هذا طبعا كان له الأثر الجسيم جدا على الأطفال خصوصا. قمنا بزيارة خيمة تعليمية لمجموعة من الزملاء المتطوعين فيها 150 طالب اليوم تقريبا. عدد الحالات المصابة بالجرب اليوم 24 حالة وهذا نسبة عالية جدا. قمنا بعزلهم وإعطائهم العلاج المناسب. أيضا تنامت أعداد المصابين بالهيباتيتس A وهو اللبنة الأولى للكبد الوبائي سي. طبعا هذه أهم مسبباتها التلوث في الصرف الصحي، التواليت أو المصارف في المخيمات هي عبارة عن مصارف بدائية تمشي بين الخيام ومرات صغيرة تؤدي في النهاية إلى انتشار الأوبئة. في ظل انقطاع ندرة المياه الموجودة، في ظل توقف الأب عن العمل والوضع الاقتصادي السيء اللي نعيش فيه، الخيام اللي احنا بنعيش فيها والحرارة الشديدة اللي بنعاني فيها داخل الخيام، بالتالي يسبب أمراض للأطفال. الأطفال عندي موجودين، في عندهم عدوى جلدية، اليوم تم فحص الأطفال، للأسف في أطفال عندهم عدوى جلدية وبالتالي هذه تنتقل من طفل لآخر. الأرض اللي احنا بننام عليها الرمل، الرمل اللي حاله بطلع لنا دود من تحتنا وإحنا نايمين، وبعدين تانيا لا في مية زي الخلق ولا في مواد تنظيف بالمره بتاتا، اللي زي الشامبو زي الصابونه زي ما كنا نعتني فيهم ما فيش. اقول لك كمان الاواعي مش موجوده عندنا، لو الواحد حتى بده يحمم ما فيش اواعي. عاد بطلنا نحمم زي اول، دواء الغسيل مش موجود اللي الواحد ينظف، الكلور، مواد التعقيم ما فيش.